بيننا وبينكم متابعي شاشة قناة شروق الفضائية هي دعوة لمتابعة مساحات وفقرات متنوعة وممكن يعني في عالم مختلف ومتميز. خلونا نتكلم عن واحدة من العوالم الحديثة اللي ولجت إلى أفكارنا وإلى مفاهيمنا وأصبح عندها ثقلها في كثير من نواحي حياتنا، التنمية البشرية. التنمية البشرية أثرت علينا في كثير من الزوايا وكثير من النواحي، وكان عندها عميق أثر من حتات عدة أو من نواحي متميزة ومن نواحي مختلفة، أثرت علينا سلبا وإيجابا، وكان عندها ممكن كثير من الأشياء اللي وضعتها. خلونا نتكلم عن علم حديث من التنمية البشرية، تحديدا عن الغضب. كيف نحن نقدر نتحكم في غضبنا؟ ما هو الغضب ذاته؟ شنو الغضب عند الأطفال؟ تفاصيل كثيرة وإحنا ممكن نتكلم فيها مع الدكتور حسين جناوي، مدرب تنمية بشرية ومحاضر في الجامعات السودانية، وأهم حاجة إنه هو شاعر طبعاً. ومرهف. أهلا بك كثير يا دكتور. مرحب بقناة الشروق، ومرحب تحديداً بهذا البرنامج الجميل الذي يعني أنا واحد اليوم من ضيوفه. وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيد الجن والإنس أجمعين، وأترحم أولاً على أستاذي والصديق الشخصي كمال كيلة، والذي تغنى لي ب86 نص، ومنهم النص من ضمنهم الأغنية الجريف كانت موجودة، أو لما كان القمر غايب سماه هو بحياته. وأنا سعيد إنها كانت هي مدخل جمالي لحاجات نادرة، أنه يعني كمال كينا كان رجل مرن، كان رجل طيب يجد فن التعامل، بالتالي لم يكن غضبا في يوم من الأيام. المدخل كان الشعر ولا التنمية البشرية؟ من القادك للتاني؟ الشعر قادك للتنمية البشرية ولا التنمية البشرية قادتك للتاني؟ الشعر لأنه أنا بديته وأنا صغير. التنمية البشرية دي ما في الكبر، ولكن يعني سميها نقطة إدراك، نقطة تحول، اتجاه آخر. بعد التدريس في الثانويات 25 عام اتجهت درست في الزوايا بتاعت التنمية البشرية في مختلف مشاربها، في النهاية بقيت أحد مدربي التنمية والمحاضر ببعض الجامعات والمعاهد. ولما نجي نحن نتكلم عن الغضب، يجب أن نقول يعني التنمية البشرية كمدخل للغضب هي دراسة ما هو مفقود بين ما هو موجود وما هو مفقود. مفقود شنو عندنا الآن؟ نتكلم نحن الآن عايشين في شارع عام، كلنا بنعرف بعض، لكن أصبحت شحنات الغضب عندنا أكبر من محبتنا لبعض. تفاؤلنا قل وغضبنا كتر. ليه؟ لأنه الغضب بالنسبة لنا واحد من سلوكياتنا اليومية، نحن بنتعامل بها وبنتعاشر بها مع الآخرين. لو جينا على تعريف الغضب، بنقول الغضب حالة عاطفية مزاجية تتفاوت ما بين التوتر الخفيف والثورة الشديدة، يتبعها أسباب تعمل على انفجار الشخص في التو واللحظة. والغضب عند المراهق أكثر من الكبار، لأن المراهق يغضب بسبب أو بدون سبب. ولذلك تلقينا نحن عندنا إشكالية كلنا بنقولها في الوقت الراهن، نعم. ابن المراهق يقودني إلى الجنون، يقودني إلى الجنون، الجنون هو الغضب المستفحل. طيب نحن ما نبدأها من الأول، نبدأ من الطفل. يعني أحيانا ممكن يكون في أطفال عندهم حالات بتاع تهيج وغضب ما مبررة، وممكن الأم تقول لك أنا ولدي انفعالي أو ولدي سريع الغضب، برضو ممكن يكون هو أسباب ممكن مختلفة لهم من يمكن التربية أو يمكن غيره. نحن قبل لما ربونا وربوكم في سن بعيدة شوية من الواقع اليوم، كنا نحن بنعيش في حيشان، بنعيش في بيئة ومعتقد جمالي، في الأغاني في العاصمة بيوت متداخلة، حوش فلان وفي حوش فلان وطاقة فلان في طاقة فلان، وكان طفلنا بياخذ مساحة طويلة جدا عشان ما يجري من الباب الكبير للباب الصغير، بيكون فرغ الغضب البيت كله، ولذلك بيفرز حاجاته دي كلها في جري ولعبه. الآن نحن بنعيش أولادنا في غابات الأسمنت، وبنطالبهم أنه نعيشوا في هدوء وما يعبروا عن نفسهم، وبعد شوية نقوم نسوقهم شارع الدكاترة ونقول والله الولد ده
عنده كهرباء زايدة ودينا دكتور فلان عشان ما يضبط له الكهرباء في العقل أو في الراسي. هي ما كهرباء زايدة، زل فقد حاجاته الجمالية. يعني أساليب التربية الحديثة هي أثرت عليه. فقد البيئة الجميلة، فقد البيئة الصالحة، فقد الجمال، فقد المساحة، فقد تعبيره عن نفسه في طفولته في مراهقته. حس أن إحنا كلنا لما نجي داخلين حتى في الغندي لما نتكبت المشاق وندخل بالسلم وندخل في الغرف المتضايقة دي بنكون مضايقين. أقل حاجة ممكن تخلينا في حالة بتاعت نرفزة نفقد بعض. ممكن المخرج يسألنا سؤال نرد عليه بإجابة ما لها علاقة بالسؤال، وانت ماشى في المسألة بتاعت الغضب. ممكن تلاقي في يعني بتلاقيك في البيت انه الطفل لما يجي بتلقاه في حالة ما عندها يعني مبرر، لانه فعل فجأة انفعل، دفق الاكل، شال صحن جدعه، شال كوباية رماها، اتفاعل، ضرب اخوه، ضرب اخته، نهر حتى في امه، المدرسة دق ابوه. في النهاية في حاجة يفقد حاجة اسمها الاستحقاق النفسي في التعبير عن حياته بصفة خاصة في مساحة واسعة من طبيعة البيئة والاعتقاد والمكان والزمان. طيب يا دكتور، يعني طالما إنه إحنا اختلفت أساليب الحياة يعني والآن أصبحت في كثير من المؤثرات الخارجية، زمان الحاج بيربي والشارع بيربي والحبوبة بتربي طبعا ما في شك، والأسرة كلها بتربي معاك، الآن أصبح الانغلاق على الحياة دي كلها. نعم، وأصبحت نعم. الآن يعني حتى أسلوب المعيشة ضاغط جدا، بحيث إنه من الندرة إنه هم يمشوا للمكانات أو أماكن واسعة أو حتى يحصل تفريغ. نحن كيف نقدر نتعامل مع انفعالاتنا سواء كنا كبارا أو صغارا، وكيف نقدر نتحكم فيها؟ ونحن أنت طرقت زاوية مهمة جدا الآن هي في المجتمع السوداني. الناس بقت اثنين، يا مؤجر أوضة وبرندة أو استوديو أو شقة واسعة شوية أو بيته ملكه لكن برضو في غابة الأسمنت. لما نجي نحن أنا كأب مضغوط برا من طبيعة كيس الخدار والعيش، من طبيعة المعايش، من طبيعة حق الطلبة والطالبات في دفع الرسوم ووجبة الفطور والمواصلات، لما أجي داخل ألقى واحد من أولادي ديل غير سوي في طبيعة التفكير أو السلوك، بدعت أنا يمكن أغضب أكثر منه. أنا بغضب، أمه بتغضب، أخوانه بيغضب، هو سيد الغضب. نحن عندنا إشكالية، الترفيه منعنا تماما في الأسر ونسينا تماما بظروفنا المتلاحقة الصعبة دي، الضغط شديد. يعني أنا حس لما ألبس وأطلع أجي الشروق أشوف نفسي أنا تنفست، فما بالك بأطفالي. صحيح، يعني دي بتختلف طبعا بالبيوت، وانواع الضغط ذاتها بتختلف. يعني الام ممكن تكون شغاله، الابو شغال، الطفل في المدرسه طول اليوم ما لاقي زول حتى يتكلم معه، فبيقى الزاويه الوحيده للتفريغ التنفس هي يا اما الشاشات باعتبار انه هو يشاهد، او حتى الفضاء الاسفيري يعني أيوة التلفونات، الايباد، الحاجات دي. نعم. وطبعا ده ما بيكمل لي حاجه، نكون واقعيين، نحن حرمنا من كل حاجة. لما جاي يكمل حاجة دخلنا في مسألة إنه بد من الآيباد والموبايل. صحيح، ودي المشكلة الكبيرة. أيوة. طيب نحن كيف نتعامل معهم؟ يعني هل في حاجات ممكن الإنسان يتخذها لأجله إنه هو يغلل من حدة الغضب عنده؟ طيب نحن ما نتكلم بصراحة. طيب. نحن منو اللي نقدر نقلل من حدة غضبه، ونحن منو اللي نقدر نربيه تربية جمالية في بيئة صالحة. نحن فينا الأم والمتعلم. صحيح. ولذلك بتبقى إشكالية حتى المتعلم ممكن يبقى عنده أمية التعليم في كيفية التعامل مع أطفاله ديل، لأنه نحن عشان الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. الأم دي الخواجات أو أهل الغرب بيقولوا إذا أردت أنك تجعل من الزوجة أم يجب أن تكون تربيتها قبل 20 سنة من زواجها، لأنها تعرف الحدود والمواقف التراكمية، التراكمية بالتغذية الراجعة في العقل الباطن بطبيعة التصرف والسلوك والمعاملة. المرونة، حس فقدنا كلنا بيت الغائية، طفلنا البرضع أحمق والكبير أحمق منه والأكبر منه يشتت
صينة الغداء. بقينا ما بنطيق بعض. ليه؟ لأنه بقعد عندنا إشكالية، كلنا شايفين في ضغط أسري أو ضغط مادي أو ضغط حياة أو ظرف اجتماعي ما قادرين نتقبله. أحيانا بغضبنا زول برا بنشيل غضب المدير في المكتب بنجيبه للمرأة ما تضل بنطلقها بيه. طيب وين يكون التنفيذ؟ في شنو؟ التنفيذ ده بصراحة كده ما نجيب مشاكل الشارع والعمل للبيت، وما نشيل مشاكل المرأة والأولاد للمكتب. في نفس الوقت إذا ما كان في الأسبوع ولو مرة في الشهر يخسوهم حوش السمك ووديهم الشوارع المليانة بالشجر والنجيلة، لو ما عندك حق المنتزه وديهم سايف العرب يفرغوا بوسيلة. حس الناس بيجردوا من العاصمة جوا يوم الجمعة بيمشي يأكلوا السمك في جبل أولي. ليه؟ حتى بتاع التغيير. تنفيس. لأنه نحن بأمانة إذا كتمنا بتبقى عندنا إشكالية بتاعت انفجار وأسكت ساي من انفجارنا. طيب قبل ما نصل مرحلة الانفجار، زي ما في الغضب اللي بيؤدي للانفجار في غضب إيجابي أكيد طبعاً. طيب. ما هو الغضب اثنين تفصيلياً في التنمية البشرية وعلم النفس واختصاص علم النفس، أنه بيقال أنه الغضب اثنين، غضب سلبي وغضب إيجابي. الغضب السلبي ده المدمر. الغضب الإيجابي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع صحابته. تذكري ويذكر المشاهد ويذكر المخرج ومن معه، يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع صحابته وفجأة جاء عرابي شديد اللهجة وقبض على زمام رقبته وشده وقال يا محمد اعطيني مما أعطاك الله. كان غضبان أحمق عميان أطرش جاي بقوة الدفع، خلاص وصل مرحلة أنه لا يتفاهم. النبي عليه الصلاة والسلام ربت على يده، الصحابة كانوا دايرين طلعوا سيفهم دايرين يقطعوا رقبته. في اللحظة دي كان سيدنا النبي ميزان العدل والجمال الإنساني، نظر للعربي غضبان والصحابة أغضب منه، ده بكبكب فيه وديل دايرين ينتغموا أو يدافعوا عن سيدنا رسول الله، لأنه العربي ده شنو يعني جراه وجذبه بالكيفية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خلوا بيني وبينه. قالوا لما يا رسول الله؟ قال دعوه. فدعوه قال يا رجل خذ من الوادي ما شئت، خذ من المال من مال المسلمين ما شئت. العربي لقى نفسه بيشيل في أغنام من الوادي ومن بيت مال المسلمين قروش كثيرة، لقى نفسه جاي يحارب زول بفكرة الغضب والغصب في الأخذ والاستحقاق الشخص بالقوة، لقى نفسه مع رجل هذا سيدنا رسول الله مرن هين لين، لو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، كان الغضب بتاعه إيجابي. فقام قال له اغفر لي يا رسول الله واعفو عني يا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. فكسب في صفه وامتص غضبه، وده كان الغضب الإيجابي من سيدنا رسول الله في لحظة التوازن في الغضب أو فقد التوازن في الغضب ما بين هذا الإعرابي شديد اللهجة والصحابة الذين أرادوا أن يدافعوا عن سيدنا رسول الله. يعني أحيانا ممكن يكون وكسب النبي عليه الصلاة والسلام لصفه. نعم. وهذا الرجل رجع لأهله وأتى بقبيلته كاملة وأسلمت على يد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هنالك من الغضب ما يسمى بالغضب الإيجابي. ونحن تيمنا برسول الله وأسوة برسول الله يجب أن يكون عندنا الغضب الإيجابي الجمالي، أن نحن بنبدع فيه بنحل به المشاكل بالود والعاطفة وسحر الإلفة وسحر الكلمة الجمالية. والكلمات هي أكبر تأثيراً يعني في النفوس، وممكن هي تهدئ فعلا الغاضب مهما بلغت ذروة غضبه. خلينا نتكلم برضو عن واحدة من الجوانب المهمة يا دكتور حسين، في إنه الناس ممكن تغضب في لحظة ما لكن تكبت الغضب، تأثير الغضب في النفس البشرية وكبت الغضب تحديدا. طبعا ده للغضب أنواع مخيفة وكثيرة، يمكن بس ناخد منها نماذج بحسب الوقت اللي انتو حددتوه للحلقة. جميل.
الغضب ده الكثير ده ممكن يتسبب في تصلب الشرايين وأمراض القلب، وممكن يتسبب في الطلاق، وممكن يتسبب في الفراق بين الزوجين من طبيعة الأسرة الواحدة، وممكن يسوقنا للأحوال الشخصية في المحكمة لحل المشاكل بطريقة العمل أو الحسم بطريقة القاضي في النفقة والحق للأطفال. الغضب ده بالمناسبة يعني يعمي ويطرش كلنا حسة ما بنطق بعض. زول قاعد جنبك في الحفلة يا أخي بالله يزح كده يا أخي ما ممكن، وزول ناغشك ما عندك صبر تسمعه داير يقول لك شنو، طوالي بسرعة ردنا بقى سريع في الغضب. نحن نار ماشة براكين متحركة بس ما بنعترف إنه نحن يعني ناس غضبانين. بقول ما استفزاني بنلقى مبررات مشماعة من المبررات. الغضب ممكن يتروض؟ ممكن. كيف؟ نحن لما نجي نروض الغضب بالاسترخاء، عالج نفسك بالاسترخاء، اليوغا. الإنسان يبعد من المناطق أو الأماكن التي تسير غضب. أنا زول عارف نفسي ما بستر مع الناس وأحمق وبسرعة ممكن ألخبط أي حاجة واخرب عرس واطلق مره من راجلة في صحن عشا بوديني شنو كضربي مثلا ما اتحرك من محل اكون قاعد مفترض ما اتحرك لسبب اولى انا بالعزله. لما اروض نفسي واشوف انا بقدر اتحمل الاخرين وزاويه الاخر وانتقادهم الايجابي لي ما السالب، واقدر اعرف وافرق بين مضمون الكلام اللي هم قالوه والانا سمعته مقلبا، في الحالة دي أنا أطلع للشارع وأتعامل. أنا زول صعب ما بقدر أتعامل مع الناس، مفترض من بيتنا ما أطلع حتى لو ماشي الشغل أكون صامت لغاية ما أصل مكتبي وأرجع صامت. ليه؟ لأنه أنا فتحت خشمي حأقول كلام في غير محله. من الأفضل إن أنا أروض نفسي على إنه يعني لسانك إن صنت صانك وإن خنت خانك. صحيح. يعني لو وهل يكب الناس في النار إلا بارد من حصائد ألسنتهم؟ يعني بيكب في النار بلساننا ده بغضبنا ده. يعني شوفي ابن عباس جاء ابن عم النبي قال لي سيدنا النبي قال لي يوصيني يا رسول الله عين الترويض قال لي لا تغضب. أخذ فترة جاء وتاني قال لي يوصيني يا رسول الله قال لي لا تغضب. جاء مرة ثالثة قال لي يوصيني يا رسول الله قال لا تغضب ولك الجنة. جزاء الغضب وترك الغضب الجنة، فما بالك في الدنيا يكون شنو؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نحن عندنا إشكالية، ما قاعدين نقدر ظروف بعض، ما قاعدين نحترم أحوال بعض، بالتالي السلوك أنت لست سلوكك، سلوكنا المشين بنخده من باب الانطباع الأول. وأول ما نجي في حتة يقول لك الشاكال جاء بتبقى وصمة وانطباع، بتبقى وصمة لأنه انطباع أول first impression not last impression. أنا ممكن أغضب في لحظة وكره الناس فيني، لكن في زاوية تانية يلقوني في حتة غير وما يقدروا يصدقوا. ليه؟ لأنه ما قدروا يحتملوا، ينسوا الموقف الأول وما قدروا يصدقوا الموقف الثاني، لأن الصورة الحقيقة ليست هي الواقع. الحقيقة أنا زلت جميل لكن في لحظة كنت أحمق، غضبت غضب عذبت بالناس ما قدروا ينسوا لي. ما بين الانفعالات والعصبية والغضب هي نفسها ولا بيناتهم في شعارات؟ العصبية بداية الغضب والانفعال يعني ابتزاز لمشاعرنا واستفزاز لنا شخصي، وكلمة ما بنقدر نبلعها كلمة تلمست غرورك وفرقتنا يا حبيبي. أفتكر غنية صحيح وجاي ترجع الماضي، خلاص الماضي ولا زمان وجفت مغلتي الباكية وعزة نفسي يبقى عصبيتنا وانفعالنا ومزاجيتنا في غنانا موجودة. ممكن حتى لو كنت ناكر للهوى زيك كنت غفرت لك. يا سلام. احنا ممكن وصلنا للختام يا دكتور حسين، لكن انا عايزه برضو علاج للغضب في وتدينا منه ابيات. يعني الفن برضو ممكن يكون هو خير معالج للغضب وحالات الهياج الممكن تصير في لحظات ما. يمكن اذا كان الزمن ما بيسمح حاجه بسيطه يسمح لها المخرج يا ريت اديكم عقل الباطن تجن الصالح نغير فكرة ونبني مصالح. هم يوم باكر ما يشغلنا وماضي مبارح ما فيه صالح، تعال نغير يوم سالبنا
نلاحق أحلامنا جوا قلوبنا ونزرع فال في لحظة جميلة يغطي سمانا فرح يغمرنا عقل الباطن أنت خرافي وأوعى الخوف في يوم يقتلنا. أنا برمجتك برمجة سالبة، أنا جهجهتك مدة طويلة وحس معاك داير أتغير وأبدأ معاك بفكرة جميلة، مالك خايف وما مطمن والآمال جوانا نبيلة، عقل الباطن أهدى شوية والأحلام والأفكار راح تصبح واقع وما فيش حاجة بتصبح صعبة والسنوات حتبقى روايع، عقل الباطن حب الدنيا وانسى معاي الوجع الراجع، عقل الباطن تجن الصالح نغير فكرة ونبني مصالح، هم يوم باكر ما يشغلنا وماضي مبارح ما فيه صالح. يا سلام، ده أجمل ترويض للعقل الباطن في إنه هو ما يغضب ويتصالح مع نفسه ويحب ومع ذاته ومع الآخرين. نعم، إحنا شاكرين لك كثير دكتور، يديك العافية، ناوي لك التحية. سانحتكم دي طبعا أنا هي المشاهد وأحبابي البر حيقولوا لي ليه 25 دقيقة. نحن طبعا مساحات الوصل بيننا وبينك مهما امتدت هي قصيرة، لك التحية. يديكم العافية كتير. يبارك لكم في أعماركم وفي أرزاقكم، ويبارك لنا جميعا ويبارك في هذا الوطن ويرفع غضبنا ومخطنا وسخطنا على بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا من القلق والاكتئاب وتوتر الأعصاب. آمين يا رب. احنا شاكرين لك كثير.